السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصدقاء قناة المدرسة الربيعية، مرحبا بكم في الدرس العاشر من دروس السنة الرابعة في مادة الرياضيات. عنوان الدرس: الإزاحة والدوران، لا ترانسلاسيون إلى غوتاسيون. الأهداف: أتعرف خاصيات الإزاحة والدوران. استعمل الأنسخ لإزاحة شكل بمعرفة نقطة على ورقة. استعمل القنا لإزاحة ورسم شكل. reconnaître la translation et la rotation et les exploiter. لنفهم ونطبق. لنساعد يونس على إزاحة الشكلين باستعمال قن من اختيارنا. إذا نختار قنا ثم نقوم بإزاحة الشكل الأول الأصفر، طين هكذا، والشكل الأزرق، طين هكذا، دون استعمال القن بالإزاحة التي تنقل A إلى B. نستعمل الأنسخ ونقوم بإزاحة الشكل الأصفر من النقطة A إلى النقطة B هكذا، والشكل الأزرق أيضا من النقطة A إلى النقطة B هكذا. إذا حركنا الشكل الدائرة ربع دورة في اتجاه حركة عقارب الساعة 3 مرات، سنحصل على الأوضاع التالية بالتتابع. لون الجواب صحيح، هل هو الجواب A أم الجواب B؟ في البداية يكون الشكل هكذا، بعد ذلك ندوره ربع دورة يصبح هكذا في اتجاه عقارب الساعة، ثم مرة ثانية هكذا، مرة ثالثة يصبح هكذا. إذن الشكل الصحيح هو الشكل B. الحصة الثانية، أطبق. أولا ألاحظ جيدا ثم أجد قن الانتقال من النقطة A إلى النقطة B. لاحظ جيدا، نقطة A تحولت إلى النقطة B. إذن 2 نحو الأسفل ثم 6 نحو اليمين هكذا. إذن أرسم D منقولة النقطة C بنفس القن، إذن C نقتقل بنفس القن ونجد النقطة D. ثانيا باستعمال قن الانتقال من 8 إلى 2، 8 نحو اليمين و2 نحو الأسفل، أنقل الشكل في دفتري وأقوم بإزاحة المثلث A لأحصل على المثلث B. إذن نقوم برسم المثلث A ثم نقوم باستعمال القن بإزاحة هذا المثلث، نحصل على المثلث B هكذا. هل تغير الشكل؟ لا، لم يتغير الشكل. هل تغيرت أبعاد الشكل؟ لا، لم تتغير أبعاد الشكل. أثبت تعلماتي. عندما نزيح شكلا نحصل على شكل قابل للتطابق مع الشكل الأول. أستطيع إزاحة نقطة من نقطة على تربيعات أو باستعمال الأنسوخ. أحرك الشكل ربع دورة في اتجاه حركة عقارب الساعة فأحصل على الشكل الآخر. الشكل لا يتغير، الأطوال لا تتغير. هنا من معجمي: إزاحة ترانسلاسيون، دوران روتاسيون، القن لوكود، اتجاه سونس. ألاحظ موضع العقرب الكبير للساعة وأكمل بما يناسب. إذا دار العقرب الكبير ربع دورة فسيصل إلى 12. إذا دار العقرب الكبير نصف دورة فسيصل إلى 3. رابع، أضع علامة في خانة الجواب الصحيح. إن قمت بتحريك الشكل واحد ربع دورة في اتجاه حركة عقارب الساعة حول نفسه فسأحصل على الشكل 2 أم على الشكل 3؟ سأحصل على الشكل 2. إن قمت بتحريك الشكل واحد ربع دورة في اتجاه المعاكس لعقارب الساعة حول نفسه فسأحصل على الشكل 3.
خامسا باستعمال الأنسوخ أزيح الشكل الملون لتنطبق النقطة أ على ب. إذا نستعمل الأنسوخ ونقوم بإزاحة الشكل نحصل على هذا الشكل. الحصة الثالثة أتضرب. Je précise le code de déplacement du point M au point N, puis je l'utilise pour déplacer la forme 1 vers la position 2. Alors, le code c'est 1 vers le bas, 8 vers la droite. Et puis, le déplacement de la forme est celui-là. سابعا أضع علامة أمام الجواب الصحيح. أحرك الشكل ربع دورة في اتجاه حركة عقارب الساعة لأحصل على هل الشكل واحد أم اثنان أم ثلاثة. أحصل على الشكل اثنان. إن قمت بتحريك نفس الشكل ربع دورة في اتجاه عقارب الساعة مرتين هذه المرة متتابعتين سأحصل على الشكل الأول أم الثاني أم الثالث الأول. ثامنا أزاحت إيمان الشكل الأصفر بقرن فحصلت على الشكل الأزرق. ألاحظ وأكمل، هل تستطيع معرفة هذا القرن؟ أجيب، القرن هو، لاحظوا جيدا، هو واحد نحو الأعلى وستة نحو اليمين. الحصة الرابعة أقوم تعلماتي. تاسعا أضع علامة في الخانة المناسبة. أحرك الشكل نصف دورة في الاتجاه المعاكس لعقارب الساعة لأحصل على هل الشكل الأول أم الثاني أم الثالث. سأحصل على الشكل الثاني. عاشرا ألاحظ وأجيب، ألاحظ شكلا أخضرا برأسه نقطة أ وبعيدا عنه تراد نقطة ب. الله أكبر. هل أستطيع استعمال قرن الانتقال من نقطة A إلى النقطة B لإزاحة الشكل الأخضر؟ نعم أم لا؟ هنا ليس لدينا تربيعات، إذن لا نستطيع. لا، لإزاحة الشكل واحد أستعمل ماذا؟ أستعمل الأنسوخ. أنشئ إزاحة الشكل واحد لأحصل على الشكل اثنان. إذن نرسم الشكل اثنان هكذا. الشكلان واحد واثنان قابلان للتطابق. نعم أم لا؟ نعم. احدى عشر ABC مثلث قائم الزاوية باستعمال القرن اثنان على اليسار ستة على نحو الأسفل. أرسم O منقولة A هكذا. أرسم F منقولة B هكذا. أرسم G منقولة C هكذا. أنشئ المثلث OFG هكذا. ما نوع مثلث OFG؟ المثلث هو مثلث قائم الزاوية ك ABC مثل المثلث ABC. الحصة الخامسة أداعم تعلماتي. 12 أحرك الشكل الأخضر ربع دورة باتجاه حركة عقارب الساعة أربع مرات حول نفسه. كيف سيكون شكل نمط المربع بالتتابع؟ أضع علامة في خانة الجواب الصحيح، هل سيكون كما في السطر الأول أم الثاني أم الثالث؟ إذن الجواب الصحيح هو الوسط. 13 ألاحظ الشكل، لدينا شكل مكون من مستطيل ومربع يدور حول نقطة A. لانتقال الشكل من الوضع واحد إلى الوضع أربعة يدور حول النقطة A دورة في اتجاه. إذن يدور حول النقطة A شحال من مرة؟ من الوضع واحد إلى الوضع اثنان يدور ربع دورة، من الوضع اثنان إلى الوضع ثلاثة يدور ربع دورة آخر يعني نصف دورة، ومن وضع ثلاثة إلى وضع أربعة يدور ربع دورة يعني
3/4 دورة، أي 3/4 دورة في اتجاه، إنه يدور على اليمين، إذن في اتجاه حركة عقارب الساعة. شكرا لكم. لا مازال. Pardon. Jour 14, j'observe et je précise le code de déplacement de A et AB. Puis, je déplace la figure colorée avec le même code. Donc, A vers le point B. On utilise le code 1 vers le haut et 10 vers la droite. Alors, la translation de la lettre K est la suivante. شكرا لكم أصدقائي على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.